لعل تقدرون أن نصل في هذه القضية في هذه الآية. لكن المتهم والاستشعار أن هذا المشهد ابتزق في ذلك الفيديو الذي استمر لمدة 8 ثواني فقط. سلف ما بين 8 ثواني أو 9 ثواني لابتزاء هذا المشهد على هذه الصورة. ربما يكون في تحقيق دفاع المتهم فيما يتعلق بهذه الإجراءات التي طلبت من محكمة المؤخرة تحقيقا لعدل استشعر فيه المتهم في هذه الحالة. وحق المتهم كما نعرف دائما أن حق الدفاع هو أحب الحقوق إلى المشرع، وفي يقيني أنه أحب الحقوق إلى القاضي. والعبرة بما تجريه المحكمة من تحقيق، يتحدث الدفاع والمتهم قبل الدفاع بحسبان أننا نتبنى هذه الرؤية، رؤية الأستاذ محمد عبد الدول المتهم في هذه الواقعات، أنه هو الذي تواجد على مطرح الأحداث على هذه الصورة. ولو نقلت الصورة كاملة في هذا الكمين من خلال الكاميرات التي تسجل كما قرر زميلي كل شاردة وواردة، لأن المشهد العبثي الذي نحن فيه والذي يوضعنا فيه ذلك السلوك الذي تجاوز به مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بهذه الواقعات بأنه لم يسترع انتباهه تلك الكاميرات في كل هذه الأماكن، وانشغل بكاميرا التليفون الذي كان بيد الزميل على خط الحديث إلى اللقاء به والذي أنكرناه. يبقى كل الكاميرات دي اللي تصور هتظهر هذا المشهد قبل الكمين وبعده على الصورة. ليه؟ من ثم عرض الأمر من خلال الفيديو اللي هو 8 ثواني على أن هناك شخص صور في حالة أنه يصطدم بسيد محمد فيه السيارة. يبقى المشهد ده نظره على هذه الصورة لا يحل بحال عن حديث نتب إلى أو شعر نتب لأبي نواف: دع المساجد للعباد تسكنها وهيا بنا إلى الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للذي سكر بل قال ربك ويل للمصلين. ابتزاء المشهد في اللقطة دي يوحي بأن الأستاذ محمد مذنب لا محالة. ليه؟ لأن الضابط نص جوه العربية فتحرك لسيارته على هذه الصورة فرا منه، أو أنه قد اصطدم به لأنه ده كلام وارد على لسان من أجرى التحريات. ويبقى منطق الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، وأنا شايف الأحداث لأن الذي أصيب مع احترامنا لكونه ضابط الشرطة شخص زي أي شخص، وأنه تعرض انتقلت النيابة العامة في ذات التوقيت لتناظر وتشاهد وتجتزم المشهد في 8 ثواني. أظن أن تحقيق دفاع المتهم في هذا الإطار أولى من إرادتنا كأي دفاع. نحن كأي دفاع جايين ونرغب في أن نبدي دفاعا موضوعيا معتمدين على ما اعترى هذه الأوراق من تناقضات تستعصي على الفهم بقطع اليقين حينما يعرضها الدفاع على المحكمة الموقرة. هذه القراءة بالقطع أيضا أنا على يقين أن المحكمة قد سبرت أوراق هذه الدعوة وأنها رأت التناقضات رأي العين، وأنها لو أبديت على الصورة التي فيها ربما درى فيها أن هناك تبرئة لساحة المتهم من التهم المنسوبة إليه. لكن دائما كما قلت أن حق الدفاع يستلزم وبالضرورة أن نتبنى رؤية هذا المتهم، خاصة أنه يعمل محامي عام 48 سنة ولديه رؤية. هو يدافع الآن عن الظلم الذي وقع له وعن الجور الذي وقع له، ولا نقبل ونحن في ساحة المحكمة الموقرة أن ينطبق علينا ما كان في الثلاثينات الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا وإذا كانوا، هذا هو باب الهلاك. وعشان كده المشرع لما أناط بالمحكمة الموقرة أنها هي المعنية بالتحقيق النهائي وأن ما تجريه المحكمة من تحقيق هو المعتبر في يقين المشرع، وعلشان كده قالوا في شأن التزوير المعنوي ابتداء في شأن تغيير الحقيقة في الأحاديث. الأستاذ محمد هو اللي شد الضابط ولا الضابط هو اللي نطق العربية؟ هذه المشاهد ليه؟ لأن كاميرا واحدة بس اللي هي مجاوة الصورة بتاعتها من الجانب الذي يراه المشاهد على أن هناك أمر من الاثنين، إما أن الأستاذ محمد قد اصطدم عمدا بالمجني عليه بالصورة التي موجودة في الفيديو، أو
أنه كان يتعلق بالسيارة كما وصف، فما كان من الأستاذ محمد إلا أن سارع بسرعة فوقع السيد الضار. هذا المشهد لو أنه نقل من كافة الاتجاهات سترى المحكمة بعين الحقيقة هل حديث الأستاذ محمد هو الأولى بالرعاية أم حديث المجني عليه. الكلام اللي قاله إن أنا وصلت الكمين الساعة 9:05، الساعة 9:30 الوقع، الشهود قالوا 9:30، والسيد الضار في هذه في هذا المشهد العبث ننقلها إلى المحكمة المؤخرة أراه أني كنت على عجل من أمل، والمتهم محل إقامته اسم أول، والكمين في اسم أول، يعني هو بينه وبين بيته قاب قوسين أو أدنى، والمشرع حتى في القرار المعين الذي قلنا يجب أن يستثنى فيه أيضا لأنه فيه في مشكلة في قسم شرطة، في مشكلة حتى المحامين من الحظ كما كان يستثنى سابقا. المشهد ده بأن الاثنين الكمين في دائرة أول وإقامة المتهم في دائرة أول كان يتعين أن يكون للضابط زي ما القرار الوزير قال، وقد يرى أن هناك ضرورة أو أن هناك حالة من الحالات، هو الحظر ده عشان كورونا مش عشان الضابط يتسلط ولا عشان ياخد التصريح، هو الغرض الذي تغياه القرار عدم التجمعات. عشان كده ايه يقول نحن في ساحة المحكمة المؤقتة، لو واحد بتاع تيكاوي معدي على الكمين مش هيوقف. ليه؟ لان السيد الوزير انما اصدر القرار، وده بالنص كلمة تيكاوي انا لا افتئت على القرار، قال ومن ضمن المستثمرين من الحظر العاملين في المطاعم، وكتب كده في السوشيال التيك اواي بالنصر. يبقى احنا بنقول لما نجي من مدينه نصر بقول للضابط الكلمتين دول ما يحصلش الاشتباك ده، لومنا على انفسنا لما لم يكن في المكان. ليه؟ ما تسيب رخصتك الا حاجه ومعالي النقيب قال لك امشي، لكنها الاقدار. انا واقف بشوف ايه؟ مشهد برضه عبث، لان جاي الساعه 9:05 ناس بتعدي العربية، فهالني أن يعاملني السيد الضابط على هذه الصورة. والطبيعي في هذه المشاهد إنه لما بيعدي حد أنا لا متهم ولا مجرم ولا مجرم، لما عدي على كمين هو عارف طبيعة عملي وعارف راجل محترم، لأنا ما حصلتش بالنسبة له بداية تكوين اللي الوزير قال ولا عند الوزير. وعشان كده يوما ما سيعتدل الميزان وسنقاتل حتى يعتدل، لكن ميزان العدل هنا في هذه القاعة منفوخ. العدالة القاضي لا يتقيد بدليل، إنما هو حر في تكوين العدالة. لو رأى كما رأى سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموت، لتيقن أننا دفعنا إلى هذا المشهد، ويبدو أن هذا المشهد مستمر. طيب الحالة دي نجينا في هذه القاعة وطلبنا من المحكمة الموقرة حالة تمديد الحبس، لا تمديده ليه؟ عشان ما يبقاش المشهد ده ما يبقاش كلنا مكلومين بواقعة رأينا فيها أن هناك تجاوز وهروب من السيد الضابط عشان يروح يدور على محمد سواء يشتبك معاه. وعلشان كده الإصابة اللي في رقبته وفي قميصه ده معنى كده أن الضابط ده كان جوه العربية كانش بره، لأن إصابة الأستاذ محمد في يمين العنق وهو على يساره الضابط، ده الدليل الثاني اللي قدام حضرتك. يبقى كريم بيه كان جوه العربية وفقا للمقتضيات هذه الأوراق، والإصابة فيه دالة على أنه قد تأبطه السيد الضابط ليقبض عليه على الصورة بغير جريمة إلا أنه يقف على الكمين. وقرأ في قانون العقوبات كله أن المكوس إلى جوار الكمين لا يشكل الجريمة التي تستوجب من الضابط أن يتوجه إلى من يقف إلى جوار الكمين على هذه الصورة خاصة. وده اللي قاله الضابط، إن الأستاذ محمد لما اتلحقت منه الرخص اتجه إليه عشان نتبنى فكرة إن اللي خد الرخص ضابط المرور، لكنه أثبت أمرا غاية في الخطورة أن الأستاذ محمد استنجد به بالوصف اللي هو قاله بحديثه هو ليعطيه هذه الرخص وأعلمه أنه محامي وأنه شاهده حال تحركه إلى السيارة فعلم بشخصيته كاملة. يبقى المشهد العبثي والاشتباك
والجري وراه والنط جوه العربية والقفز على الأحداث هو الذي أوصلنا إلى هذا المشهد وأوصلنا إلى هذه القاعة. والتمسنا من القاضي ومن يملك الأكثر يملك الأقل في الجلسات الماضية حتى يحقق الدفاع ما صبت إليه نفس المتهم ذات أن ترى المحكمة مش حد تاني مش حد يشوف عايزين المنصة لتشوف هذه الكاميرات على هذه الصورة وتسرع النيابة في تنفيذ هذه الطلبات ليه؟ عشان ما يبقاش الدي بي آر بار ولا الدي بي آر متعب ولا الدي بي آر مش موجود فيه اللقطات دي ليه؟ لأنه لما بتحصل واقعات على هذه الصورة وأنا قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك لما تبقى متعلقة بصاحب الحيثية تقوم الدنيا ولا تقعد وهو ما نحن فيه كممت أفواهنا رمزا 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 من بيروت أزعج الدنيا وما فيها بأساطيلها ودباباتها وقنابلها النووية ليه؟ لأنه ساد الظلم في الأرض عشان كده يلهج لسان الدفاع ونحن في ساعة المحكمة الوقار أن تستجيب لطلب الدفاع فيما يتعلق بالضم اللي تناظر ومناظر معها علّه يخر في وجداني إن محمد ما يستهلش حتى نقف جنبه ولا يترافع عنه وساعتها سيكون لنا أمر آخر أو ترى المحكمة في هذه الأمور المسجلة ما يقطع بأن الواقعة على هذه الصورة اضطررنا إليه ودفعنا إليه وفرضت علينا وهذا الفرض وهذه الفرضية هيصطدم بمسألة قانونية تتعلق بانعدام الإرادة فيصبح هذا السلوك على هذه الصورة إن كان خاضعا للتجريم فيمتنع فيه القاضي أن يقضي بعقوبة الحاكم. الأمر الثاني هو إن حققت المحكمة هذا الطلب لأننا رهنا على أمر وأنا أنقل للمحكمة ما يدور في أذهان الدفاع إحنا طبعا نتوافق والقاضي هيقضي بعقوبة أو بالبراءة قضى بالبراءة بها ونعم وإن قضى بالإدانة يبقى حيدينا معه الكفالة فنخرج ومن هذا المنطلق ومن هذا ومن هذه الأرضية أنقل إلى المحكمة المؤقرة ملتمة وطلبا فيما يتعلق بإخلاء سبيلنا ليه؟ لأن الحاجات دي تحت إيدين الاسم الدي بي آر في الاسم كله يعني هو كده قال الكلام ده فندم إنه الدي بي آر الذي حوى هذا التصوير بكل كاميراته موجود في الاسم وتحت ايديه واتمنى ان لا يعبثوا فيه واتمنى ايضا ان تتجه المحكمه نحو ضبط كل هذه الدي بي ارات حتى ترى المحكمه وعلشان كده نلتمس من المحكمه الموقره اخلاء سبيل الاستاذ محمد بالضمان الذي تراه مع تعهد النقابه العامه والنقابه الفرعيه باشخاصها وصفاتها من اقصى مصر الى اقصى تبقى المساله تجينا على قدر اهل العدل تؤتى العدائل وعلى قدر الكريم المكان وتصغر في عين العظيم العظائم وتكبر في عين الصغير الصغائر ونحن امام منصه ما زالت قلوبنا معلقه بان تحقق العدل من بدايه طلب الدفاع في تحقيق هذا الدفاع وانتهاء بطلب اخلاء سبيل الاستاذ محمد على همة هذه الجنحة مش الجناية وشاكر المحكمة الموقرة وشاكر زملائي محمد أمين.